تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي السيد سيغمار جابرييل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، حيث تبادل وجهات النظر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بالإضافة إلى التباحث والتنسيق حول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقطع العلاقات مع دولة قطر. خلال الاتصال أكد معالي تطلع مملكة البحرين إلى تجاوب دولة قطر مع مطالب أشقائها التي تهدف إلى ترسيخ الأمن وضمان الاستقرار لدول وشعوب المنطقة بأسرها وتحقيقا لمصلحة الجميع، وذلك من خلال المساعي الخير التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، مشددا معالي على أن مواجهة التحديات الخطيرة وفي مقدمتها الإرهاب لا تحتمل أي تهاون، وأنها توجب تكاتف الجميع وتضافر كافة الجهود من أجل القضاء على آفة الإرهاب والتصدي لكل من يمولها أو يدعمها. من جانبه أعرب معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عن دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لإنهاء هذه المسألة والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.